على طول جهة سو، محاولة مرور سو، سو الكرة معاه، حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء بنالتي ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي. طبعا فارس يحاول ان العرقلة كانت، وحكم المباراة حمد علي يوسف الذي يحتسب ضربة جزاء هي رقم 19 في الدوري، ضربة الجزاء الثالثة للأهلي. وبالمناسبة هل بينه وبين تيجاني ولا لا؟ هل يتمكن من افتتاح تسجيل؟ على طول ليما ليما ليما، جول جول عن طريق ليما من ضربة جزاء. اذا هدف اول في المباراة للنادي الاهلي، هدف اول للفرسان في الدقيقة 21 من شوط المباراة الاول من ضربة جزاء لليما، ليما الذي كان قد سجل كذلك قبل الان ايضا ضربة جزاء، وايضا كان قد سجل كذلك ضربة جزاء. حنشوف على كل ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي، ريبيرو يلعبها خطيرة، وليد تتلعب على طول، جول جول، معلمة هندسة فن كرة قدم ولا أروع، ذكاء مخ، يا لطيف يا ساتر يا سلام، كرة لعبت من ريبيرو لوليد عباس، لب يلعب على شمال حارس المرمى، وبالتالي هدف اهلاوي ثاني في هذه المباراه. لاحظ ريبيرو حطه في مكان ولا اروع، بعد ذلك يتدخل وليد عباس، وليد عباس يسجل هدف ثاني للاهلي، هدف شخصي له في هذه المسابقه، في مكان ولا اروع، التفكير، الهندسه، العقل، ياه على ريبيرو بعد ذلك ولا اروع وليد عباس، وبالتالي يعني كان الباس لوليد عباس وهدف، ولجماهير الاهلي تقف نعم ولكن تتخلص الكره، ترجع مره ثانيه توصل جهه الصنقور، ياخذ كرته يلعبها لريبيرو، يا سلام على الجانب الشمال الان، محاوله بعرض الملعب، ليما الكره معاه، ليما ياخذ كرته تتلعب، ترجع مره ثانيه لحمادي، حمادي حمادي يسدد جول، لصالح النادي الاهلي، وهدف شخصي كذلك، خامس لسمعمع، للعقرب، لنجم النادي الاهلي اسماعيل الحمادي على مستوى الدوري، تمريره من ريبيرو، والله ولا اروع ولا اجمل ولا امتع ولا احسن، يا سلام، يعني يفصل لك الكرة تفصيل، كرة توصل لليما، مش معقول الكرة تروح، لكن وين؟ راحت للعقرب، ياخذ كرته على طول يلعبها، الكرة تضرب في القائم، وبالتالي العقرب يلدغ، هذا هو الآن العقرب، هذه العقرب، العقرب السوداء على طول الآن، سمعة سمعمع يلعبها الكرة هنا تضرب القائم، وبالتالي هدف، هدف ثالث لصالح النادي الأهلي، إذا عن طريق إسماعيل الحمادي. اسماعيل الحمادي، سامع الجمهور، ريبيرو ريبيرو، مبسوطين مبسوطين من اداء، مباريات تعادل سلبي، ثلاث مباريات تعادل سلبي، محاوله الاهلي، كره تتلعب توصل لخلفان يلعبها بالغلط على طول الان، حميد على الجانب الشمال، محاوله مرور، ماجد يحاول يعدي، عدى تمريره، ريبيرو يسدد، يا ساتر، التألق والتعلق، الله على كرة القدم لما تمشي، الله على اللعيب لما يعطي، الله على التجديد، الله على الإصرار، الله على قمة الكبار، الله الله على الريبيرو، ريبيرو ريبيرو، عنوان النادي الأهلي ريبيرو، كلمة الفصل في النادي الأهلي ريبيرو، مهارة أي مهارة، أداء وأي أداء، لعيب من كوكب آخر يا ولد.